Salam alaikum les bnad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une charlotte aux fruits et pour le dessert et je voulais la partager avec vous. Alors, il me faut des boudoirs, c'est des gâteaux comme ça, 50 g de sucre en poudre. Là, il me faut de la crème fraîche, à peu près 100 g ou 200 g. Le pot il fait 200 g de crème fraîche, des fruits. Comme ça coupé en dés, le sirop des fruits. Vous pouvez les trouver les boîtes de conserve ou là les fruits qu'on a dans le dar tu peux les قطعهم. انا كان عندي لي بوان كونسيرف بحال هكا بحال هذا كوكتيل دو فروي اي وانا درتو مي سينو لا عندكم لي فروي هكا في الدار وديروا السيرو ديروا الماء والسكر باش تديروا. غادي نبداو ان شاء الله. انا ديت هاد المول هكا شويه صغير بغيت ندير هاي صغيره. غادي نقبضوا البودور ديالنا هذا نغطسوه في السيرو هكا ومن نحطوه في المول خاص هذيك الجهه اللي فيها السكر بحال هكذا السكر داك ما يبانش بحال هكا نديروها على برا وهذا نديروه لداخل بحال هذا الشكل ونحطوها هكذا نستفو نبدا نحط هنايا هكا نعمر هكا كاع ندير نبقى غادي هكا تنعمر السطر الاول لتحت خاص ما يبانش الابيض في تاع نتاع المول باش هذيك لا كريم فريش ما تهودناش لتحت كاع نغطيو بلايص من غادي نبدل نكمل الطبقه الاولى غادي نوريك هذا درك هكا نمشيو هكا نبقاو غاديين غاديين هكا كما هكا حتى نكملوا الدور وندسوا هذاك البلايص اللي راكم تشوفوا فيهم الخوا ندسوا مع بعضنا في لاكاط كما هكا وهاد السيرو راه ديال هاد لي فروي كان فاف هذاك وصفيتو به ورانا كنغطس فيه هاد لي كاطو فوالا دوك ندير السكر ديالي في لا كريم فريش نخلطو مزيان بلا كريم فريش باش نبدل ندير الطبقات ديالي نخلط مزيان هداك السكر مع لا كريم فريش فوالا انا نهز شويه نتاع لا كريم فريش ونبقى نديرها في اللول الطبقه الاولى فوق هذاك الكاطو شوفوا بحال هذا الشكل نصاوب نقادو مزيان بحال هكا ونفوق منه نزيد لي فروي نقاد لي فروي ديالي ونحط فوق من لا كريم فريش هكا شويه هكا نعاود الطبقه كيما درت في الاول تاع الكاطو بحال هذا الشكل ونبقى نحط نغطي هذاك لا كريم فريش ولي فوق الجيلي نمشي هكذا حتى نكمل غادي هكا فوالا هكا هي الطبقه الزوجة اللي درناها ونزيد عليها طبقة الزوجة هكا نتاع لا كريم فريش بقى غادي هكا حتى نكمل فوق المول هكا وشتو هذا اللي راه فايتين هكا على المول غادي من نوصل لواحد الطبقة غادي نحيدهم ونديرهم من الفوق باسكو دوك هادو راه مخرجين لي على المول غادي من ندير نوريكم باش تفهموا مزيان هكذا وهادو اللي راهم زايدين من الفوق غادي نبقى نحيدو بالنص هكذا هكذا
باش يجوني هذاك هكا لاطاي ديال، واللي حيدته بحال هذا الشكل كنديرو من الفوق باش ما يضيع عليهاش هكا. شتو كيتمد حيد فيه صعد غير لحقاش منفخ بالسيغو، باش هكذا من نحطو في لاسيات ما غاديش يجي هكا في الحيفوه ديال المول من نجي نقلبها في الطبسي باش تشد ليا. ونمشي هكذا غادي هكا حتى نحيد كلشي. ها هو دوك من كملت حيدت لهم كاع هذاك لو بور اللي كان زايد شويه درتو هنايا ما ضيعتوش، درتو هنا من الفوق لحقاش هاد الطبقه هادي راه غادي تجي من التحت ما غاديش تجي من الفوق. المهم دوك من غادي تبرد مزيان في الفريغو، تبرد تكون مزيان بارده بارده، تخليوها ساعه زوج محسن محسن، ديروها كما في الليل وعاد الصباح حيدوها باش توقع مزيانه شاده راسها. وديروا واحد الطبسي بحال هكا يكون غارق، يكون غارق هكذا وديروه وزيروا عليها واحد شويه هكا، واحد شويه هكا زيروا عليها وخليوها هكا، نغطيوها هكا بالفيلم وخليوها هكا في الفريجيدان ولا. ومن بعد غادي تشوفوا النهايه ديال لا شارلوت اوف فري. لا شارلوت تاعنا بردت مزيان، غادي نديمو ليها نديرها في الطبسي ونوريكم الزواق كيفاش. ديالنا غادي نزوقها اللي عندكم زوقوها باللي باش بغيتو، من الفوق ديروا لا كريم. المهم انا غادي نبين لكم كيفاش ديروا. درك عندي هنا لا كريم كريش اللي خليت منها شويه اللي كانت باقي تلم متدخل من الخليط هكذا، نزوقوها باش ما بغيتو الشوكولا الفوق ولا تزيدوا. هكذا غادي نوريكم النهاية تاع الزواق ديالي، غادي نرجع معاكم نوريكم. ها هي شغلت جنة وجدت وزوقتها بلي ماكارون ولي فرامبواز، وانتم باش ما بغيتو تزوقوها زوقوها. ها هي لداخل شوفو كي جات دايرة، جات زوينة وخفيفة. شكرا ونتلقى بروشين فيديو ان شاء الله، وما تنسوناش بالابوني. بارك الله فيكم.